كرمالك يا ناجي قد ما هي حلوه كتير بتزعل الناس كتير. يا عم انشرها وخليهم يزعلوا ولا يتفلقوا. ما سمعت عبد الناصر لما طلب انسحاب القوات الدوليه من العقبه؟ الحرب حتشتعل. ما خليت لنا صاحب، كل يوم احتجاج، يوم سفاره، يوم وزاره، يوم زعيم. بس لو بتغير. ما بغير، هات راح ارسم لك غيرها. ما سمعتوش الاخبار؟ خير يا وليد، اسرائيل اجتاحت سينا. لقد خاضت قوات العدو الاسرائيلي الصباح الكامل لمليونيا بغارات جوية على كل من مصر وسوريا والأردن، تبعتها بتقدم قوات المالية في سيناء وعظمة الجولان والضفة الغربية، واشتبكت في معارك ضارية مع القوات المصرية والسورية والأردنية، ولا تزال هذه المعارك مشتعلة حتى هذه اللحظة. هذا وقد ألقى الرئيس جمال عبد الناصر بيانا هاما إليكم فيما يلي تسجيلا كاملا لهذا البيان. إنني على استعداد لتحمل المسؤولية كلها، ولقد اتخذت قرارا أريدكم جميعا أن تساعدوني عليه. لقد قررت أن أتنحى تماما ونهائيا عن أي منصب رسمي وأي دور سياسي، وأن أعود إلى صفوف الجماهير وأدي واجبي معها كأي مواطن آخر. ناجي ناجي ناجي، معقول يا ناجي انت جاي عشان تنام؟ الناس كلها فرحانه وضايفه. انت كراجل امسك اللحم استوى. خذ يا ناجي كل هدول اصحابك. شو رايك كلهم مدرسين؟ اصحى يا ناجي، هدول مدرسين قبل الظهر، وبعد الظهر كلهم رجال اعمال. اعمال ايه اعمال؟ لكن مثلك حامل السلم بالعرس. هاي محمود وكيل سيارات. صحيح. شو رأيك يا ناجي اعمل انا وياك شركة مقاولة؟ والله فكرة يا ناجي، محمود شاطر والخليج كله مشاريع. شو قلت؟ هيك؟ شو قلت؟ ولا شيء. جميل. انا بدي غير هالسنة ورايح على تايلاند. مين بدي يروح معي على مصر لتقضية حرب الاستنزاف؟ لابد انك بدك تاخذ معك مصور. ناجي قديش الدينار اليوم؟ ما بعرف. ناجي خلصت الرسم؟ لا. ليش؟ ماني قادر ارسم، تاخرنا على المطبعة. عن شو بدي ارسم؟ عمر بيا ولا تايلاند ولا عن المصيبة اللي احنا فيها. ملعون ابو الرسم والكتابة، من بكره راح اشوف لي شغلة تانية. Thank you.
مين هيدا؟ ولد. عارف انه ولد. حنظلة. وليش داير ده هون الناس؟ من يوم ما خرج من فلسطين وهو عم بيطلع عليه، وعشان الناس دايرة ظهرها لفلسطين صار بيتهيألك انه داير ظهره للناس. فكرة عظيمة، بس لازم نشرحها لقارئ. عزيز القارئ، اسمح لي اقدم لك نفسي. اسمي حنظلة، اسم ابوي مش ضروري، امي اسمها نكبة، نمرة رجلي ما بعرف لاني دايما حافي. جنسيتي انا مش فلسطيني، مش كويتي، مش لبناني، مش مصري، محسوبك انسان عربي وبس. التقيت صدفة بالرسام ناجي، كاره شغله لانه مش عارف يرسم، وشرح لي السبب. كل ما بيرسم يا بيحتاج زعيم يا وزارة يا سفارة، وقال لي ناوي يشوف شغلة غير هالشغلة. بعد ما طيبت خطره وعرفته عن نفسي قلت له انا مستعد ارسم عنه كاريكاتير كل يوم، وفهمته اني ما بخاف من حدا غير الله، واللي بده يزعل يروح يبلط البحر. الو ناجي، ناجي، انا ابو احمد، كيف حالك؟ ايه عم بحكي من بيروت. الو ناجي، شو عم تعمل عندك يا صاحبي؟ بيروت اشتقت لك، محتاجينك معنا بالسفير. لا لا كتير، اسبوع واحد بكفيك، ناطرينك. ناجي، صباح الخير يا شباب. الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة. كيف صحتك؟ اشتقت لكم. شو هذا كله؟ صار عندنا جريدة إلنا نحن ما حدا شاركنا فيها؟ صحيح يا أبو خالد. شو محمد؟ بدنا نفضح كل ولاد الكلب. هذه شغلتك يا أخوي. وإني لا صاحبها. تفضل أبو أحمد. شايفك مبلش فيني مبين. ولاو؟ مثلت رئيس؟ أي رئيس؟ رئيس تحرير. أها. إلا بالله. الله وكيلك، كل يوم نفس الشيء. في أخبار إنه إسرائيل تستعد تحتل لبنان. غبية، شو فيها تسوي أكثر من هيك؟ أنا بعرف إنه ناجي ما بيقدر يستغني عن بيروت. هون بيقدر يحكي ويرسم وينتقد. بدك استراحة؟ هناك ما كان عليه خطر، بس هون الله يحميه. شو بتقصد؟ ولا شيء، بس أنا خايف، ما بعرف ليش. أيوة سامر يا أخي، صلي ساعة بحاول أتصل فيكم. لا ناجي حالته أفضل. سامر اكتب عندك بسرعة. رفض الأطباء الإنجليز عرض طبيب سوفيتي لمرافقة ناجي العالي أثناء العلاج، وقد أبلغوه الرفض بدون إبداء الأسباب. طيب مع السلامة. أهلين سعاد. غسان شو جابك؟ كنت مستنيكي تخلصي. شو عرفك إني هون؟ من امبارح أنا وراكي من المستشفى على الأوتيل، من الأوتيل على المستشفى. ليش لهلا حتى حكيت؟ صراحة كنت متردد وخايف. وهلا حتى شجعت. فيني اعزمك على الغداء؟ لسه بكير على الغداء. طيب على فنجان قهوة. مالي فاضية. ولو خطيبك السابق كيف بيطلع له فنجان قهوة؟ شوف غسان، بدون لف ودوران، اللي شو بدك وخلصني. إذا كان بدك تعرفي لازم نقعد ونحكي. خير. 30,000 فرنك فرنسي كل شهر، وبيت وسيارة. وين؟ عند أوناسيس؟ كان بحكي جد، شغل بمجلة بتصدر بباريس. لا تكون قايلهم حسنان هيك اللي جاي، قلي شو قصدك وخلصني. صراحة بدي أبعدك عن موضوع ناجي العلي. غسان قلي مين اللي بعتك؟ قلبي. وقديش دفع لك قلبك؟ أنا بعدني بحبك يا سعاد، ولازم أبعدك عن هذا الخطر.
انت عم تنتحري. ناجي ميت ميت، حتى لو طلع من المستشفى راح يموت. لا